مرحبا بكم متابعينا الكرام، متابعي اخبار الفجر المغربي الفجر سبور. في هذا اللقاء القوي ما بين فريق الصحوه الرياضي المراكشي وفريق الطموح الرياضي من مدينه الضربيله في اطار مباريات الدوره 14 من القسم الثاني الذي تحتضن القاعده المغطاه ديال الزرقوني بمدينه مراكش. وقعة الزرقوني بمدينه مراكش وكره في هذا الصحوه، اولى اهداف جول الصحوه المراكشي من قدم حمزه البشري في حدود الدقيقه 34. الصحوه المراكشي يفتتح الحصه هنا بمدينه مراكش بقلب قاعه الزرقوني. حمزه فرجوز، ياسين سفيان، بن صالح، بن صالح شنو غادي يفعل بن صالح؟ الجول الثاني بو صالح سفيان يسجل الهدف الثاني لفريق الصحوه المراكشي. 5-4 ثواني على بعد دقيقة و30 ثانية تسجل الهدف الثاني في هذا الصحوة المراكشي. سفيان بو صالح الرقم 11 مباراة، الكرة اللي في هذا فريق الصحوة المراكشي. سفيان بن صالح، سفيان شنو؟ سفيان بن صالح يسجل الهدف الثالث لفريق الصحوة المراكشي. هيستيريا هنا في مدينة مراكش القاضية الزرقتوني. سفيان بن صالح يسجل الهدف الثاني لصالحه والهدف الثالث في المرمى ديال الطموح البيضاوي. إذن 3-0 هي النتيجة اللي مسجلها هنا وقاعة الزرقتوني مدينة مراكش. الصخر إذا الكرة اللي فائدة نينيش، نينيش شنو غادي يفعل؟ زادو بالفعل نور الدين زادو يزيد الغلة. 4-0 لفائدة الصحوة المراكشي. نور الدين زادو 13 رقم 13 في فريق الصحوة المراكشي اللي تكلمت عليه قبل لحظات الدخول ديالو في هذا المباراة اللي هو من القيدومين ديال فريق الصحوة. رافق الفريق كما قلت للعديد من الدورات والعديد من المواسم منذ أن كان الصحوة المراكشي ببطولة عصبة الجنوب، ورافقوا أيضا في الصعود ديال الموسم الأول ولا زال كما قلت يواكب المسيرة وفي البوطو ضد هذا اللاعب هذا اللي قدر أنه يواكب هذه المحاولة. قلت أن الطموح الرياضي بدا يدخل في المباراة شيئا ما. الكرة الخطيرة اللي كانت من أوشن، الكرة لفائدة فريق الطموح مباشرة مباشرة لكن بسرعة تعود لفائدة فريق الطموح اللي شفنا شيئا ما. حنبالي تقف العارضة أمام حنبالي اللي تعود للصحوة المراكش لكن بسرعة يسترجع لاعبين فريق الطموح. الآن كما قلت فريق الطموح بدا يكسر. اللعنة ديال العارضة لا زالت تواكب فريق الطموح البيضاوي، فريق الطموح البيضاوي. البوطو الثالث على التوالي، العارضة الثالثة سموها أنتم ما شئتم متابعينا الكرام. البوطو الرابع على التوالي أمام الطموح. دائما لفائدة فريق الطموح. هجمة خطيرة 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 خطيرة. تدخل ناري وانتحاري لياسين الأمري للمحافظة على هدف الشباب على الهزام الحارس، لكن النتائج لا ترافق هذا الفريق ديال الطموح البيضاوي. تسديدة كانت عرضية وخطيرة لفريق زادو واش يزيد وداع بطريقة جميلة وأسلوب رفيع وجمالية وتكتيك في هذه الأثناء ما بين فريق ديال الصحوة المراكشي والطموح البيضاوي. المسالي يسجل أولى الأهداف في هذه المباراة في هذه الجولة الثانية، أولى الأهداف لفائدة فريق الطموح. المسالي يسجل أولى الأهداف في هذه المباراة، الرقم 16 لسيس ديال فريق الطموح البيضاوي. قلت أنه أربعة ديال العارضات اللي ضربهم فريق ديال الطموح البيضاوي في الجولة الأولى. وش شنو غادي يفعل؟ هجمة من الجهة اليسرى. حمزة البشري، حمزة البشري سجل هدف الخامس للصحوة المراكشي وتغير نتيجة تصبح 5-1 لفائدة فريق الصحوة المراكشي. ثنائية جميلة اللي قام بها وشن مع البشري. إذن الكرة لفائدة فريق الصحوة المراكشي. حمزة البشري سجل هدف السادس لصالح فريق الصحوة المراكشي. 6-1 هو النتيجة والسكور المسجل هنا ما بين فريق الصحوة المراكشي وفريق
الطموح الرياضي البيضاوي. 17:38 ثانية وفي هذه الأثناء متابعينا الكرام نهاية المباراة بتفوق فريق الصحوان المراكشي بستة لواحد أمام فريق الطموح الرياضي البيضاوي. شكرا خويا على الاستضافة وكنشكر قناة فجر السبور على دخل كاع المباراة تاع كرة القدم. وتمنى اليوم لجميع المشاهدين رمضان المبارك كريم. كما تتعرف راه شتي المشاكل اللي تحكت فيها فريق الصحوان منذ البداية تاع الموسم في الشهر الماضي. الحمد لله لقينا عندنا شي دراري كلهم تقريبا لاعبين الفوتسال كنجيو كنديرو الكفوات ديال الخبرة اللي عندنا الدراري كاملين وكنحاولو نجريو المباراة على قدر المستطاع ديالنا حتى الدراري ما والو. الحمد لله انت شفتي كلشي في داخل الملعب راه الفرق اللي تيكونو مديرين احسن من داكشي راه تيتغلبو علينا ولكن الفرق اللي تيكونو بحالنا في المستوى ولا ما فايتيناش بزاف راه تنحاولو نتغلبو عليهم والحمد لله راه تجيو تفنا عليهم وعندنا بزاف النقاط اللي هي المهمة ان شاء الله. فزنا ودرنا الحوايج على المكتوب وخرج علينا دابا في المقابلات راه صعيب بزاف يعيط الدار راه ما كاين لا انذار لا والو وما سبب هو الدار ما كاينين كلشي حاضر غير هو باش بعث باش يعطي مرات الانذار بعث المقابلات راه قاصح السيد الدار ديالنا راه صغير باقي صغير يراعد انه اللاعبين كيكونوا سخون شويه في الدم ولكن هو ما بغاش لي على الاخر الحكم يقول لي خرجوا من الدار ما بقاش ولا كيقلب عليه وما عطاش حتى الانذار ما خرجش كاع نهائيا مش نجح مع كاع نهائيا في اول مقابله اخر مقابله وما كاين لك كاين لا صلاح لا والو اخر مره كنت نسجل هذا التخريج ديال هوايا وخرجنا ب بطاقة الصفراء مقابلة مقابلة كحكم عليه قاصح عليه بزاف قاصح علينا حنا لان فاز من يفوز راه فيها اربع لعيبه ما فيهاش مثلا 10 اربعه الى حيت واحد كان ميز راه كيقدر يقدر الماتش كيمشي لك ويجي لك الفرق كلها وكنتمناو يوقفوا راه وحنا كاع على الاقل يعطيو مثلا مجموع مقابلات ممكن ولكن هذاك الخط هو كله في النطاق ديال بعض ديال الحمراء راه ما كايناش نهائيا لان الدري ما سكن والو هو سيقول لي خرج من الدار.